شوفي راح يشوف شوف حركاتي النامة. يا صباح الخيرات. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. كل عام وانتو بخير. انت بخير. كل عام وانت بخير مرت عمي. كل عام وانت بخير. انت بخير. رويدة كل سنة وانت سالمة تقبريني. وانت سالمة. ان شاء الله يا حق. يا حق العيد الجاي بشوفكن عرايس وبفرح فيكم. وفيقة شو بك؟ هذا الحكي ما بدي اسمعه منك مرة تانية. يو ليش شو حكيت يا بعدي؟ هي فوق مالي عم بتمنى لك الخير؟ ايه هالخير ما بدي اياه. اصطفلي هاتلك الدودة شو انك مكيودة. يلا ماشي انا رايحة حتى عايد بيت اهلي. يي نسيت لكم بدي عايد كمان بيت عمتي ام وضوح. اي بنصحك ما تروحي. بلش شو لتكوني فكرتي عمتك لحالي. اي عمتك ما انا متحمله هزات بدن منك ومن اهلك. يخرب بيتك وعم تحكي على اهلي وليه؟ لك والله والله لو ما كانت صباحيه عيد لفرجيتك قيمتك. عبدو يلا بدك توصلني على بيت اهلي. وحدي الله يا مخلوقه شبك. لك ما في شيء ما في شيء بدي عايدهم لاهلي. ولا كمان هاي ما بتصير. لا ليش لا يعني بس هو شو بس حاجة بس لي ما بدك تعايد عمك ومرت عمك وابن عمك صفوان وإلا نسيان وبدهم مين يذكرك. لا أعوذ بالله شو نسيان ما نسيان هلا بنروح دغري. ايوه يلا لكن انا رايحة دك ملايتي. ولا تنسى عمول حسابك مشان تعطي عيدية لأمي ولزكية ولسلمى كمان. يلا تقبرني. شو علي شو علي كان عبدي بخير يا عمو. بخير. شو الحكي يا مثل ما سمعت يا فهد انا انفضحت بالحال وصار لي كم يوم ما طلعت من البيت ومشان هيك جيت صليت صلاه العيد عندكم. لا ما عاش بده يفضحها والله بسحب روحه من صدره بحسب الله ما خلقه. اكيد انا فكرت كثير بالقصه وصار لها جمعه مطيره النوم من عيوني. يعني اذا بنقتل 10 قتله الناس ما حتصدق انه انا بريء. ما بصير الحكي ما بصير. شلون ما بصير ليكو صاروا مش الحال صغير عقيد وحياة شواربك صغيرة. شلون يعني؟ انت هلا روح غير لك ساعة زمان وبس تفيق نحكي القصة. يا مام يا مام. ايوه يا مام نلبس الملاية انا وسلمى؟ لا طولوا بالكم ابوكي واخوكي لسه ما اجوا. والله ابنك رح يطقني يا بنت الناس. نعم يا بنت الناس. ايه ليش امك وابوكي ما كانوا ناس؟ بلا. ايه وكل النسوان هيك بتحكي على بعضها. ايوه وشبه ابني ليش رح يطقني؟ بيطلع ما بيرجع ان شاء الله روحه بلا رجعه. يا الله يقصف لي عمرك الهي يا حق وقدامي عم تقولي يا ليش مو انت هيك بتحكي كمان على جوزك؟ خلص يا مو اتركي يا لساتها صغيرة بكره بتتعلم. يعلم العصي بجنابها. يا مو هلا بس نروح لعند عمتي ام وضاح اشكيها وخليها تعمل لها قتلة مثل القتلة اللي قتلتك اياها. تتذكري يا مو تتذكري؟ وليه؟ انا كم مرة قلت لك لبقى تجيبي هالسيرة؟ شو بطل انت ويا اهلي شو بدكم طالعة؟ ما في شيء عم نستنى وفيقة وصفوان مشان يوصلونا لبيت ام وضاح. بلا لكم الروحة. ليش بقى؟ مو انت قلت الصبح خذي البنات وروحي عادي ام وضاح؟ شو عدا ما بدا؟ ما في شيء ما في شيء خلاص ما في شيء. عدنان شو القصة؟ اختي تعبانة مو قدران تستقبل حدا. مو قدران تستقبل حدا ولا ما بدها تستقبلنا؟ هيك شيء. ابن ناقص انا اصلا ما كنت رايحة كرمالها. رايحة مشان اشمت فيها وجاكرة لهالناقصة القليلة الأصل. صبحية شبا لا حول ولا قوة إلا بالله. مين؟ طمنونا على ام عبدو اول.
ايه يا مو ايه خاطركم. الله معك يا بنات. شوفي يا مو البسوا الملايا. ليش لو بدنا نروح يا مو؟ بدنا نعايد على مرت عمك ام عبده. ماشي يا مو. صبحية صري الشر بلا ما تروحوا. أنو شر تقبرني؟ ليه؟ أنو شر؟ ما في لا شر ولا غيره. بدنا نروح نعايد عن مخلوقة. خطي باركي جبران خاطر يعني. هلأ بتشوف فوتتنا عليها هي قد الدنيا. صحيح رحتوا عند ام وضاح؟ ايه ابن عمي رحنا. شلونها؟ اخ مسكينه والله حالتها بتقطع القلب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه وصحيح رحنا على بيت ام عبده شقينا عليها وعلى بناتها. امك هي اللي اخذتني. ايه وين مشكله؟ ليش هيك عم تحكي؟ لانه رحت بدون ما اخذ اذنك. معليش طالما امي هي اللي اخذتك مشاهر بتمون على الرقبه. يعني مو زعلان مني؟ لا. صحيح سويتوا غدا ولا ما لحقتوا؟ بلا طبخت قبل ما اطلع رح سخن واسكب لك. ابا سلامتك ما في شيء. بس فوت على بيت المرحوم أبو عبده من بعد منه مين بدي يستقبلني؟ عبده؟ بس كرمال بويدة لازم روح عايد عليها وعطيها خرجية. يمكن هاي آخر مرة بشوفها فيها لرويدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا كريم طرخون مختار طرخون أقول لك كم جزء سارة طرخونات على كيفك. ها صفوان اللي علمك تقول هيك؟ لا أنا عم بيع لحالي وعم نادي مثل ما كل هالبياعين بيبيعوا وبينادوا. ليش فيها شي هاي؟ شبه صفوان لك عمي شبه صفوان. تالي هاي الحارة ملكك وهبنا ياها فهمت؟ ليش مختار ليش؟ هيك هيك فهمت؟ شو كان عم يحكيك عني؟ عم يقول لي انه صفوان اللي علمك تقول هيك؟ لكان يا عمي لكان كل شغله حطوها بظهر صفوان. لك مو حرام هالزلمه يتقلع عن الحاره مو حرام؟ خير مختار خير شوفي بفشي بفشي شو نص لكان؟ ما بعرف ما بده يعني يبيع بهالحاره. ليش؟ ما بعرف. عجبكم هالحكي عمي؟ عجبكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عمي باختصار يعني الزلمة لساته زعلان على ابنه الله يكون بعونه وإيش كان متضايق من وجود أخوه. روح شوف لك شي رزق بحارة تانية شي حرام وحدك حريش. أول بالك أخوه هلا هو ليش زعل؟ لك يزعل ولا إن شاء الله عمره. ليش هو بيتضايق إذا أنا ناديت خاين يعطر خوه؟ لك انت شو بدك يا الشغلة؟ انت ما عم تقبض عملي؟ مبلا خلصنا معناتها ما ترد على حدا. اسمعني انا شو عم بقول لك وتساوي نادي خاين يا طرخون خاين يا طرخون خاين. اختار اختار اهلين يا فهد. اللي عاوز شي لازمك شي؟ لا لا سلامتك. لا
وين رايح؟ رايح شقة لحرمة المرحوم وضاح وعايد عليها. ايه والله واجب، ان شاء الله ميسرة. بس مختار، اذا بدك شيء قل لي. لا لا سلامتك. ايه والله عاوز شيء. مرني مختار، عن اذنك ابو فهد. اذنك معك ابو فهد. لا يأمر عليك ظالم. ابو فهد، انت بتعرف الفرس تبعي قديش طيب ونسله طيب كمان. ايه نعم. بدي اياك يعني اذا صار لي شيء دير بالك عليه وعلى فرس وضاح كمان. بختار ان شاء الله لا تجيب السيره هي بنوبه، ان شاء الله عدوينا. سلام عليكم. امك اخذت البنات وراحت عند بيت عمك ابو عبدو. عمتك ام وضاح هنيك هلا بيعلقوا مع بعض بيعملوا لنا مشكله. اتركهم يا بي، اتركهم نسوان بقلب بعضهم يمحقوا. لك هلا بيعملوا لنا مشكله. هو بيني وبينها عمتي صار عم تخانق دبان وشها. امك كمان ما قليله. لا يا بي لا، عمتي من طول عمرها ما بتطيقنا. خلص امي ما بتحسن شوف خلقتها. انا هلا رايح اجيب امك والبنات. معناته أبو الضاح كان رايح على بيت أبو عبدو. شو يا بي؟ شو قلي؟ لا لا يا بي ما بشي ما بشي، بس عم يقول لي روح معها. يا ميت أهلا وسهلا، تفضلي يا ماما تفضلي. تقبريني تعو يا بنات تعو. سلام عليكم، كل عام وانتو بخير. يلا تقبريني عاوزة شي؟ يلا. وين رايحة؟ رايحة على بيتي. بدك تحرمينا من هالخلقة الملائكية؟ صبحية اخزي الشيطان. ولا مثل ما قال المثل يا بعدي، حضرة الملائكة هربت الشياطين. مرت عمي، عمتي مالها من الشياطين. رسيولة مو ناقص علينا الا الجردين. انا مالي جردون. عليا لما بتحكي مع عمي بتحكي بأدم، فهمتي ليه؟ انا ما كمي اكثر منكم. يا رويدة في المطرحة. يا رويدة يا رويدة يا رويدة. اهلين عمي ابو وضاح. كل سنه وانت سالم. وانت سالم. شرف تفضل. لا ما بدي فوت. عمتك عندكم؟ ايه والله جوا. فوت الا انه انا برا بدي اشوفها وخليها تجيب رويدة معها، بدي اشوفها وسلم عليها وعايد عليها. تأمر امك. عمي بخصوص هذيك المرة أنا غلطت معك، مشان الله ما بدي أكون زعلان. فوت ناديله فوت. شو عم تساوي هون؟ عم خلص ام وضاح من بين ايدين امك. عم تخلص ام وضاح ما هيك؟ ستري يا مو ستري. قولي على امتي يا مو، نمر الغشة عم تعري وشي. لك يا عيب شو ما عليك؟ اخ بس بدي افهم على شو عاملينك كبير انت، على شو؟ امشي 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 خلينا نمشي. يا ميت علينا يا جماعة، يلا شرفوا شرفوا على المضافة، تفضلوا تفضلوا على رسالة. شرفوا شرفوا تفضلوا شرفوا علي صفوانو يا محجوب. شرفوا خاين يا طرخون خاين. ايه والله خاين يا طرخون خاين يا طرخون خاين. واقف خاين واقف واقف خاين يا طرخون. روح خاني روح. يا طرخون خاين خاين ولي الأصل يا طرخون.
طرخون خير يا طرخون. لو كنتوا زلم بحقه حقيقي كنتوا ما خليتوه يطلع عايش. لك يا صبحية، يا صبحية هذا اللي انت شاطر. لك الرجال فات لما سمع اخواتكم، الواحد يحكي دغري ما له معكم. ولك مسكني هيك ودفشني على الكريبة، قال ما له معني. لك بيهون عليك واحد ينفش مرتها. معاش يا مو، معاش ولا خليها اللي بده عطوه. من حق عندك ام وضاح انضربت وانهانت ببيتها وانت موجود؟ لك اخي انت لساتك صغير وما بتعرف اي شغلة. اسمع عبدو افندي، اول باشتان انا مالي صغير، وثاني باشتان بيت ابو عبدو الويلاتي ما بينضرب في جنس مخلوق، وثالث باشتان عمك ابو وضاح كبير الحارة وسمعت انه انهان ببيتنا، واللي هانه لازم ينهان. شو هالحكي لك عمي؟ شو هالحكي؟ مثل ما سمعت عمي. اسمع حبيبي، ابو وضاع عمك هيك ولا رويدة؟ انا مانو عمي وما بيعنيني بهالسيرة ابنه، واللي صار فيه بيستاهله لانه غلطان. عمي ابو وضاع ما بيغلط؟ لا سيدي بيغلط وكبر وخرف وخالص. صفوان! يا عمي! اسف طبنجة! يا عيب الشوم عليك، عم تهدد ابن عمك هون ببيتك وبدك تعوصه؟ يلي بيعين الناس ببيت ابو عبد الويلاتي لسه ما خلق. ابو وضاع هو الغلطان. يا عيب الشوم عليك، لو كبريت الحارة اسمه ولا العقيد كانوا قنعوك من الحارة. كتير منيح، أنا رح روح لعند العقيد وقل له عن عمال صفوان مع عمي أبو الضاح. رشتين إحنا ستروها طبيناتنا والناس ما لازم تعرف مشاكلنا. بيهون عليك سمعت ابن عمك صفوان تطلع بين الناس إنه هانو الأبو الضاح وقال قيمته، بيهون عليك؟ لا يا عيني عليك يا رشتي طول عمرك بضاي. بعدك بين اليومين صفوان وأمه يروحوا لعند عمته يستسمحوها ويعتذروا من جوزك. شلون يا بشلون؟ مثل ما سمعت، بتروح انت وامك عند عمتك تستسمحوا منها وبتعتذروا من جوزها. ايوه الله يستطفل فيهم، ما بدي اقول شيء شكيته الا الله. والله واللي اسمه الله، لولا كرامه المرحوم ابو عبده وانه المشكله صارت ببيته كنت مسكت له ايده وكسرت له اياها كسر. يا ريتك يا حجي، يا ريتك كسرت له ايده من شرشه. بيلوموني الناس يا مضاح، بيلوموني الناس، بيقولوا نمر الخشاب حاطط عقله بعقل ولد. لا هو من جيل اولاده ومو غريب كمان. بكره رح يبعثوا لرشدي لعند العقيد ابو فهد خليه يحكي له كل شيء عمله هالواطي، بركة بيقدمه. لا يو، ليش بقى؟ انا بحياتي ما ضربت بالسيف غير سيفي، بدك ياني هلا خلي العقيد ياخذ لي حقي؟ ومن مين؟ من ابن اخوكي؟ لا اسمعي يا حرمي، انا مياتي انقطعوا من الحاره. شو عم تحكي انت؟ شلون يعني مياتك انقطعوا من الحاره؟ لا شو صار؟ شو رايك بالقصه؟ بشو بتنصحنا؟ انا رايي انه جابر يطلع ويفوت قدام اهل الحاره وراسه مرفوع ويا جمال ما يهز زقيه، واللي بيطلع في نظره فيها انه يا ويلي. وشو مشان عمران تقوا علي؟ فهد نحن وعمران عيله واحده، ومثل ما بتعرف عمران اخوه لام دياب وخال الاولاد. خلص ام دياب خلص، لا تاكل هم، انا بتفاهم معه وبحل امره. يا عليم الله تطلع فيني تطليعه وتقطع القلب. طب انت شو بدك بهالقصه؟ انت شو بدك بهالقصه؟ بس يا معلم صفوان انا كثير خايف، وهذا كبير الحاره ومختاره وانا مالي قده. لك لا تخاف ولا شيء، ومن من سالك ان كان هو ولا غيره؟ اخي حطه بظهري، اخي قول له صفوان هو اللي قال لي نادي خاين يا طرخون. نادي خاين يا طرخون، خاين خاين يا طرخون، خاين ولي الاصل هالطرخون. انا ما عاد اقدر اعيش بهالحاره مع ابن اخوكي صفوان. والله لا يوفقك يا صفوان، إلهي يضيع غريمك بليلة ما فيها ضوء قمر وما تلاقي. خير يا طرخون. أبو وضاح الله يجبرك، خير يا طرخون، الله يوفقك، ما تحط عقلك بعقله، أنت مختار الحارة والكبيرة. معقول؟ معقول تترك حارتك من شان شقفة ولد صايم؟ شو بدهم يقولوا العالم؟ خير يا طرخون، خير ولي الأصل. لوين؟ رايح مشوار. لوين رايح انت بهالحاله؟ خلص خلص قلت لك رايح مشوار. خاين يا طرخون، خاين.
حاصل يا طرخون؟ خاي يا طرخون خاي خاين يا طرخون خاين يا طرخون خاي وليد أصل هالطرخون خاي يا طرخون. أنا شو قلت لك ولا؟ أمرك مختار أمرك. شك أنا ما قلت لك إنه ما بدي أشوفك ولا أسمع صوتك هون بالحارة. بلا بلا بس المعلم صفوان هو قال لي نادي. معلم صفوان؟ هلا صار اسمه المعلم صفوان؟ هو قال لي نادي وبي أولادك. لك من أنت صار صفوان؟ يحلوا يربط هون بالحارة. نحن من طول عمرنا بنحل بنربط عمي. ولا زيد من بيت ويلاتي. شك لو ما أعطيناك حرمة من عنا. خلص بعمرك صرت زلمة. ولك إني عم تحكي الكلام يا واطي. ولك إني أنا لا تقول إنه أخذتك خدر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخزيك يا شيطان. عم تقوس علي انا؟ لك انا بوزيك فوق؟ زعم حدا. انا اتحدي عقيد والله اتحدي. بس هو كل ما صارت حكايه بلزقها بظهري. يعني انا شو ذنبي اذا كل البياعين بينادوا خاين يا طرخون؟ يعني الطرخون ماله خاين؟ طرخون ما؟ اي نعم سيدي الطرخون. بعدين يعني نحن شو زبنا اشكال طلع ابنه خاين مثل الطرخون؟ ابنك خطيني التمنجة يا حبيبي. يا حبيبي يا قلبي يا واطي. طول بالك عقيد الله يخليك. بك يا عالم عقيد بك يا ناس مشان الله فهموني. بك العسكري اللي بينعدم اعدام شو بيكون؟ بك خاين بلا شريف. لك انا ابن خاين ولك انا ابن بيعات ولك انا خاين. مشان الله يا ام وضاح يعني لا تاخذيني. يو على شو بدي وقتك تقبريني؟ يعني انه بدي اتجوز اليوم وانتو لك تدوسي على القبر. الهي يمين الله يمين الله انه فرحت لك من كل قلبي. سلمي والله انا ما دخلني. مشاهر قالت يعني طالما ما رح نعمل عرس. يا مضاح على اذنك بس لشوف الحجي. لك مضاح خاين يا كلب. مضاح خاين يا واطي. لك بعده عني. 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 انا كل مين حمل شبرية يعني سال زلمة. لك لولا ستر الله كانت الفشكة اجت براسه وكنت حطيت برقبتي قتيل. ولي على قامتي انا. لك ما عاش وما خلق اللي بده يقول عن ابني وضاح انا خاين. دخيلك يا ربي دخيلك. منين طلع لنا هذا؟ كان ناقصنا. مشان هيك انا لازم اترك الحارة هالمرة. مشي الحال الله سترها. ما بنعرف المرة الجاية. يا لو وين بدك تترك الحارة وتروح؟ بلاد الله واسعة. بدك تروح وتتركني لحالي؟ اتركك لحالك ليش؟ خليكي هون انتي معززة مكرمة. وبعدين عندك اللي بيكفيكي وزيادة. وبعدين عندك رشدي بتجوزي وبتسكني عندك هون. رشدي اصيل ابن ابوه اصيل. لا تكمل حجي لا تكمل. أنا ما بعيش هون من غيرك. قلت لك أنا مياتي انقطعوا من هالبلاد. وأنا كمان مثل حكايتك. شو قصدك؟ قصدي رجلي على رجلك. يا أم وضاح أنا مشواري بعيد بعيد كتير. وإسكن أنا بروح معك لآخر الدنيا. طيب وإذا سميحة رجعت على الحارة؟ وترجع سميحة بترجع لبيتها وجوزها. يو لوين مفكر ترحل؟ أنا بإذن الله تعالى أمفكر روح على الحج. حج للولاد الله يرحمهم وللمرحوم أبو أدهم. وإذا الله أعطانا عمر بقضي هاليومين اللي بيانين لي بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شو عليه؟ انت بتحج لرماح انا بحج لوضاح. ايه مثل ما بدك. بركي هنيك منلاقينا شي واحد ابن حلال نعطيه قرشين بحج عن المرحوم ابو ادهم.
ونقضي هالعمر اللي بقيالنا بالكعبة الشريفة وعند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أم وضاح، ما بدي حدا من كبارية الحارة يعرف بهالقصة هي، لأنه إذا عرفوا ما بيخلونا نروح. بعدين قال لك أنا ما بدي حدا يعرف نحن وين رحنا ولا بأي بلد، فهمتي؟ بسم الله ما شاء الله. خذيت العين. يا هيك العرسان يا بلا مرت عمي. شوفي يا عمو، نسكب الرز بالجاطات ولا لسه؟ لا تقبريني لسه بكير، بس يجوا الزلم من الصلاة بتسكبوا، فوتوا عدي هلا. حاضر مرت عمي. ايه ما يبلا، ان شاء الله بيسلمني هالوش اللي بجنن. تسلمي. شو خلصتوا يا عمو؟ ايه يا عمو خلصنا، شوفي لي اياهم احلاها. فهمية خلصنا بقى. يقبرني الخجلان انا. ارجيني هالوش تقبريني. ان شاء الله الهي ما بيعدم لك حندق بندق، عيني شافتك وما صليت على النبي، ابطق وتنبق. اللهم صل على النبي. صلي على النبي. يلا يا عم نصري قوموا نتعشى مشان ناخذ ديبة على بيتها. تفضلوا. يلا. يلا. ما بدكم تسمعونا شي زلغوطة؟ لكان لكان لكان. اوه حتسلمني هالتغماية. اوه شو حلوة ومزكاية. اوه اللي ما بياخد مثل ديبة. اوه يا حياته ما بيرفع الراية. ما في موافقة الزواج أنا مظبوط؟ لا بلا في. يعني أنت موافق موافق؟ سبحان خلاق عظيم، أنت كتير كتير حلو دي بخان. ديبي خانم؟ وين سجادة صلاة؟ أنا لازم تشكرات الله. إيه يلا رح أجيب لك إياها. في حدا بالمضافة؟ لا معلمي ما في حدا. هلا راح ابو لطفي والشيخ نزير والعقيد ابو فهد. معلم روح معاه. لا خالي لا، خليك هون انت، خليك. يلا اتحرك. تفضل اخي، هي ورقه المزرعه. هي مساحتها 150 درهم. اي نعم. هي بدي سجلها ربعة باسم رويدة بنت محجوب نويلاتي. تفضل. وهي ورقة الحاصل بدي سجله باسم رشدي ابن محجوب نويلاتي. ايوه. وهي ورقة البيت بدي سجل ربعه باسم رويدة بنت محجوب نويلاتي. بس يا حجة الشغلة بدها فتوى، سألت المفتي. اي نعم اي نعم. أنا في عندي بنت بتركيا وفي عندي ولاد ولاد عم، هدول بيحقلن ثلاث أرباع البيت وثلاث أرباع المزرعة، أما الربع والربع هدول من حقي أعطيهم اللي بدي إياه. هاي المحروسة رويدة بتكون مرت ابني الله يرحمه وضاح، وما أجاها أولاد منه وأنا بدي أعوضها. الله يجزيك الخير. ورشدي بيكون أخوها، خدمني كتير، ولد شهم ما في منه، مشان هيك يعني بدي احط هالحاصل هذا باسمه. الله يجزيك الخير يا حج. وما قال لك لوين رايح؟ ما قال لي. طب ليش ما بعت لي ديبو مشان ينادي لي؟ كنت على القليل بروح معه. شو بيعرفني يا عمتي؟
الله وكيلك عمك أبو وضاح انقلب فوقاني تحتاني كله بسبب هالندل صفوان. الله يكون بعونه، بس لو تركوني أبضايات الحار على هذا الندل مبارح والله كنت ما تركته إلا ماني دابحه. لا يوه اوهك لا تعمتيها، اوهك ما بدنا نذبح حدا ولا حدا يذبحنا، اللي فينا مكفينا. اوهك لك عمتيها، نحن قافلتنا بتتيسر بإذن الله يوم 10 شوال بعد صلاة الفجر، انتو بدكم تكونوا هون قبل صلاة الفجر. ايه ذكرنا على الله. كم حجي انتو؟ انا ومرتي. صحيح حجي ما قلت لي لوين رحت اليوم؟ رحت رعبنت على رحلة الحج مع الجمال، ورعبنت كمان على هودج. ايوه يعني تأكدت سفرتنا ان شاء الله اذا الله راد. بس ويني مثل ما قلت لك ما بدي حدا يدرى بهالقصة. يعني نحنا ما بقى لنا رجع عالشام بنو بنو؟ والله يا موضح ما بظن. شبكي زعلتي مشان سميحة ما هي؟ لا يعني بس عم قول لحالي إذا كان رجعت سميحة وما لقيت حدا شو بده يصير بحالة؟ هلأ على كلين أنا ما بظن إنه بيت أبو خيرو يرجعوا، لأنه كل العيلات اللي ترحلوا على تركيا ما رجعت ولا عيلة واحدة من بيناتهم. بعدين مثل ما بتقولي انت البنت بس تجوزي بتصير لجوزها وبيتها واولادها، ما هي؟ ايه والله مزبوط. الله يرزقهم بجاه الحبيب محمد يا رب. على كل لا نحن اذا درينا ان رجعت على الحاره والله ما بعرف شو بدنا نسوي، بس يعني بنلاقي لنا طريقه بنجي بنشوفهم. شوفي اذا كان يعني انت شايفه كيكي قلقانه، إذا ما بدك تروحي معي معلشي، لأنه أنا بالأصل يعني قلت لك ما بدي أخذك معي. حجي قلت لك رايحة معك وين ما رحت وين ما جيت، يو واللي بيجي من الله يا محلى. إيه قومي حجي فوتوا خالي فوتوا. شلونكم؟ الحمد لله. طالما انت بخير نحن بخير مهتم. يوسف مرحبا. قريب لهون مسيك علي. شو هذا علي؟ هذا المبلغ قايم لك اياه مشان جوازتك. كتر خيرك، ما بدي غير سلامتك يا مختار. مسيك ابني مسيك، هذا حقك. سلم هاليدين، روح الله يجبر بخاطرك. ليو تعالوا. مرني معلم. هذا لك. أنا ما بدي، أنا عايش من خير الله وخيرك، مو ناقصني شيء. أنا بس بطلب من الله أن يطول بعمره ويديمك فروسنا. مسيك لك أبدي مسيك، البني آدم مهما عاش لا بده يجي يوم ويترك الدنيا الفانية هي. ما بتعرف يمكن بأي لحظة تفقدوني وما تلاقوني. سلامتك معلمي، الله يطول بعمرك. أنت شو يا الله لا يقدر. مسيك لك مسيك. الله يسلمك، الله لا يحرمنا منك. ايه الموت والفراق شيء مقدر علينا ولا بد منه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لا اله الا الله. انا بوصيكم قبل كل شيء بتقوى رب العالمين، وبدي اياكم من هون ورايح تعتبروا رشدي محلي ومحل وضاح الله يرحمه رحمة الله عليه. يعني رشدي هو معلمكم من اليوم ورايح. المعلم رشدي على راسنا من فوق. وانت يا يوسف وابو سطيف من اليوم ورايح كراكم صار الدبل، انتو جوزتكم وأمنت عليكم. فضل على راسنا يا معلم، كتر الله خيرك. والله يا معلمين تطامرنا بأفضالك. الفضل لله. الله في حدا منكم عاوز شي بده شي؟ سلامتك معلمي. تفضلوا على شغلكم. معلمي انت عم تودعنا شيء؟ ما قلت لكم ان البني ادم ممكن يفارق احبابه باي لحظه؟ الله لا يقدر. ان شاء الله لا تفوت على حالك معلمي. ان شاء الله معلمي. الله معكم.
يا ابو عجاج. ورا عمي ابو وضاح. هذا الحاصل من يوم ورايح صار إلك، وفي إلي عندك وصية بتمنى إنك ما تنساها. مور عمي، بدي إياك توزع ربع إيراد الحاصل على الفقراء والمحتاجين، وهدول الأوراق خذهم دير بالك عليهم منيح، هدول بيحفظوا حقك وحق أختك رويدة. عمي أبو وضاح، انت ليش عم تساوي هيك؟ لا تسألني يا ابني، لا تسألني عن شيء، بدي منك ما تجيب سيرة لحدا. عمي انت لوين ناوي تروح؟ رشدي. أمرك عمي. شيك، هاي 50 عصمة لي مشان تتجوز وتدير بالك على أختك رويدة. هذا كتير عمي أبو وضاح، أنا ما بستاهل كل هذا الشيء. انت بتستاهل أكتر من هيك. قبل ما أنسى، بدي اياك تعمل لي سبيل عند باب الحاصل هون على روح المرحوم وضاح. تأمر معلمي. ابو عجاج ما بيبكي مو هيك؟ خاطرك دير بالك على الشباب وعلى الحاصل، انا رايح على البيت، عمتك لحالها. مرحبا مختار، عضلات المضافة اللي نشوفوه. شو دي هو؟ أهلين عقيد. وين راح المختار؟ فات على البيت. ليه ما قلت له؟ والله قلت له عقيد، قلت له. ايه وشو قال له؟ هز براسه وفات على البيت. يا ترى على شو ناوي عمي أبو وضاح؟ كان لازم مر لعند عمتي واسألها، يعني حاسس إنه نهايته قربت لحتى ساوى هيك، ولا ناوي يسافر؟ رجدي ليش سهران لهلا؟ فوتي أختي فوتي. عادي جنبي. رجدي شوفي والله شغلت اللي بالي. شغلي مالها عم تخرب مش تبنوب. خير شو هي؟ عمك ابو وضاح عم يوصي وكانه بده يموت، يا بده يسافر، ما بعرف اختي ما بعرف. رويدا شراتي صاروا بالعرباية. الصبر مفتاح يا ابو شهدت بذاك تجارب الإنسان. صبرك يا الله جاهزة؟ ايه جاهزة. جبتي الذهبات؟ جبتها. كم ذهبة؟ 350 ذهبة. خير وبركة. يلا خليها نتيسر. طلعي حجة طلعي. ديبو مر معلي. خد هدول المفاتيح اعطيهم لرشدي، وانت دير بالك على حالك. وينك؟ هاي المضافة بدي اياها تضل مفتوحة، مشان مصاريفها بتاخدوها من ابو نوري من ايرادات المزرعة.
واللي بيزيد يجمعهم ويعمر فيهم جامع بالضيعة. تأمر معلم. وقول له لأبو لطفي يمشي أمور المخترة بغيابي. معلمي شان الله قل لي لوين رايح. بلاد الله واسعة. قل له لأبو نوري الجامع اللي بدي عمره بالضيعة خليه سميه باسم المرحوم وضاح. الله معكم. نام دكتور، نام امي. هلا اذا ما نمت وسمعت الكلمه بتجي لعنا الغوله الكبيره اللي شعرها طبيعي واللي بتخوف. بدك تكون تسمع الكلمه. خير الله ما جعله خير. حالي بتنزلي هون؟ أمك فيقتني مشان أشطف أرض ديار لأنه اليوم عنا استقبال لحريم الحارة. اللي وينها أمي؟ راحت تشق على سميحة قبل ما يجوا الحريم. أيوة يعني أنتي لحالك هون؟ وضاح؟ إيه عيون وضاح. هلا بتجي أمك. تركي هالمقشي من إيديك وطلعي ناوليني وعي. يا الله هلا بتجي عمتي وما بتلاقيني مخلصة شطوف. عم بقول لك اطلعي يعني اطلعي. بدي حدا بالحارة يجيب معدلنا بالعاطيل. يعني شو بدهم يقولوا وهو بنت الدويلاتي عم تروح وتجي وتخفي على كيفها؟ يا باطل. لك انت متأكد انك شفتها فاتت على بيت عمتي موضح؟ لكن شلون؟ يعني بلا منقودية رايحة على البيت والبيت ما في حدا، بقى شو رايحة تساوي هنيك؟ ما بعرف. علي الحلال رح تجنني هالرويدة، لك رح بتطق لي عقلي. الناس بلا للناس يا ابن عمي. يعني مين ما شافها رايحة بده يظن فيها مشكل ملون ولا أنا غلطان؟ لا ابن عمي ما أنا غلطان. لك علي الحلال أنت غيران علي وعلى شرفي وعلى عرضي وعلى كرامتي أكثر مني. بخاطرك أب محجوب. يستر على عرضك، هي حربة مكسورة. حكي مع حبر منيحة. منيح؟ لك أنا منيحة، أنا منيح. لك هي ما عاد يزبط معها غير الدبح. Thank you.
مين؟ شو عم تساوي هون؟ جيت اشطف قد ديارو وإزي الزرقاء. شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ عم بشطف لا أنا اللي بدي شوفي خير شو القصة؟ خير شو شوفي؟ خليها شوف يا رب يا رب خير يا رب تتري أخبي أنت قبل عرض اللهم يسلم لك يا واخي يا رب لك شو طلعك لهوني عبدو شاعنا اختي ولا حرفي لا مالك حرف الحرمة دخلت علي وصارت بحمايتي لا يا ابني لا ليش هيك عم تساوي لا يا عبدو لا لا يا ابني لا ليش هيك فوتي متي على بيتك فوتي وسكر الباب تعال معي عمي على المضافة تعال عمي الله يوفقك خليني أخذ اختي وروح لا تعلق على المضافة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يلعن الشيطان وساكر بدها تسقيلن زريعة وتشطف لهم أرض ضيق إيه عجبك؟ اسمعي يا مو شو بدي لك شو يا مو؟ أخوكي صفوان بده يتجوز رويدة صفوان؟ شي هلا شو فيها اشكال اختك راحت لبيت عمتها بغيابهم وشطفت لهم البيت يا عمي ابو لطفي الله يوفقك ويرضى عليك اختي من بيتنا ما بيصير تطلع من دون اذني اشكال هيك اختك ما اجت لوحدها عندي اخوك رشدي هو اللي جابها انا شفته لو كان عديد لو كان شو هالحكيات اختي ما بيصير تفوت على بيت ما في حدا بدك الناس تجيب معدلنا ابن عمك صفوان هو اللي معبي لك راسك وين لا 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 صفوان ما دخلوا لا دخلوا انا شفته عم يلاحقوا من بعيد لبعيد لعنة الله عليه هذا صفوان طوال عمره ما حضر فتنة وشر الفتنة تو اشد من القتل يا ابني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك انت ليش عم تضرب اختك؟ لك اسكت ولا انا عم قلت لك اسكت يا جماعة وعجاج اول ما عمرك عجيب ربي يا سيدي كل أول ما لطفه فيه يا رب ويدا كرمال الله سامحيني لا أخي لا أنت ما دخلك ما لك ذنب اللي صار بلا الحق علي أنا ما خليتك تقولي لعبده أنه بدك تيجي لهون لا تقبرني لا أنت ما لك دخل هو عبده قلبه معبى علي هو ووفيقه وبيت عمه طب من شان شو؟ ما بعرف قومي يا اختي قومي رويدا شو رأيك نعيش أنا وياكي هون ببيت عمتك؟ هيك وهيك البيت فاضي لا أخي لا ما بترك أمك وأختك تحت رحمة هدول الأنجاس لا أي والله معك حق يلا أختي قومي طلعي البسي ملايتك الله يهديك يا صهري على هالعملة حرام اتركها تروح عن بيت حماها شو عليه ما بصير يا مرت عمي ما بصير هذا كان بيت حماها وهلأ بطل خلصنا من هالطابوسة شو أخذها لهنيك اف وبعدين الله يكون بالعون انت ناقص رويدة وقصص رويدة لك آخ يا مرت عمي آخ الله وكيلك انت فخ قلبي صهري مريني مرت عمي شو رأيك تجوزها وتريح حالك ايه ابن عمي تجوزها لرويدة يا ريت هو انا طالع بيني شيء الحق معك تقبرني المشكلة انه ارملة البنات ما عم ينفقوا كيف الارامة قلتك ارملة صهري شو رأيك احكي لك مع صفوان بركي ها بركي بيرضى يتجوزها صفوان ايه يعني اذا تجوزته بركي بتجيب لها شقة ولا منه بتلتهي فيه ومنه بترتاح شوي يا ريت أخي صفوان يقبل يتجوزها مرت عمي هلأ صفوان هو قال لك إنه له خاطر برويدة لا تقبرني هو ما له خاطر لا برويدة ولا بغيرها بس
يعني انت اذا بدك انا بخليه يطابق معنا، شو رايك؟ ليش لا؟ صفوان شب قبضاي ومعدل ومن لحمه ودمه. يعني احكي معه؟ ايه مرت عمي احكي معه. بس والله خايفه. من شو خايفه؟ يعني يقوم هو يقبل يتجوزها وهي ما توافق تتجوزه، ما بدي يصير معه مثل هذيك المره، ما بدي. لا لا، هاي المره غير هذيك المره مرت عمي، هاي المره انا الامر الناهي بالموضوع، شيء انا ولي امره. يعني احكي وقوي قلبي. ايامو احكي احكي انت مع صفوان، ونحن هون بنقنع على رويدة. ايه ولا يهمك، انا بدي اسمع من جوزك، هو الرجال، هو صاحب الحل والربط. شو قلت تقدر؟ مرت عمي قلنا لك احكي، انا الامر الناهي. شيء وهذا البس المبسبس ما بياكل غير ملبس. بنحاسه عمي ما بتاخذ بيضه وهذا نحاسه؟ لك شو بدي بالبيضه، ما كتر ما عم باكل بيض صار معي تحسس. روح جيب نحاسه وتعال. وينكم اربع نحاسات؟ ها تعال تفرج. يا سلام على عجايب هالزمان، هذا البس المبسبس ما بياكل غير ملبس. فاطمه المغربيه سيرتها على كل لسان، في الزمان وفي المكان، إنها حلوة وآبية. هاي أنت شو عم تبيعها؟ ما عم بيع شي، هذا صندوق العجائب بيورجيكي على شغلات ما شفتيها بعمرك، وبيقلب الاختيار صبية وبيخليها تهز وترقص على الصينية. تعا تفرج يا سلام على صندوق هذا، تعا تفرج يا سلام على عجايب هالزمان. يلا وريني لشوف. هاتي نحاسه. ايه شو علي؟ هاتي تفضل. ايه تعي وقفي هون. وانت يا دب حاشش وطوان هذا ضاع تفرج، روح بنحاسه وحده يخرب بيتها ما في ذوق. يلا تعا تفرج يا سلام على عجايب هالزمان. سبك لك ستي سبك. ليش عم تبكي يا ستي؟ حدا ضربك سي؟ لك عم يوزعك سي بطوله؟ زوعان طعمي؟ لك شبك ستي شبك؟ بدي اتفرج. ستي بدك تتفرج على صندوق العجايب؟ لا. لك شو ستي؟ بدي اتفرج باسم بسبس. ايه تعال تعال ستي تعال فرجي تعال تعال ستي تعال فرجي تعال. يلا وقف هون لأخو ناورينا الحاسي. شو عليك؟ تفضل. يلا تفضل ستي تفضل. تعال تفرج يا سلام. وهذا المكتوب بتسلمه لأبي باليد. بصل خيو أبو نمر بصل. بتسلم لي عليه كتير السلام، وقول له وضاح رح يرجع بإذن الله. إن شاء الله. مش كان معه مصاري زيادة؟ خليه يبعث لي قرشين، يعني شوفت عينك العيشة هون بلا مصاري كتير مرة. إي والله مرة يا أبو نمر. مهون إن شاء الله. عموري بس أوعك تنسى العنوان. ها إي والله حفظت العنوان مثل اسمي، الشام الميدان حارة عياش، مو هيك؟ إيوة يا عين عليك هذا هو. يا الله أودعناكم. الله معك. سلام على أهلك. سلام. علي عم جواد وين سوري؟ أبد هذا شو اخواتي. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين أختي أهلين. أستغفر الله أستغفر الله. أهلين أختي أهلين. كيفك أخي جواد؟ أهلين أختي. رح أعمل لكم كاسة شاي. يسلموا إيديكي. شرفوا على المضافة شرفوا. يا رب يا رب. علي أبو جهاب. السلام. الحمد لله الله دخيل اسمه أظهر بحاله. إيه والله الحمد لله. بس كان لازم أخوه يذبحها لعمي. إيه نعم. لو دري بعملتك قد ذبحها. سيدي يمونا من سيرتهم أحسن. إيه سهر. أبو ربيان. ما يمر عليه الظليل. نحن جايين لعندكم مشان ما حدوش ياخذكم.
قصده اخي ابو دياب يقول انه نحن ناويين نعمل العرس يعني بهالقريب. اذا كان ما عندكم يعني شو عليه؟ انتو شوفوا الوقت اللي بيناسبكم ونحن ما عندنا مشكله. يسعد الله يرضى عليكم، لا تطمعوا فينا، يعني شلبنوها قد ما بتقدروا من قريبه من قريبه. صهري شوفوا شو طلباتكم، نحن جاهزين. نحن ما عندنا طلبات. لا ما حلوه صهري، يعني الحمام والتحلاي الخوجة وخلافه يعني هاي الامور. لا يا معلم جابر، علي الجيره ما بتدفع برغوت واحد لو وصلت التكاليف لعشر ذهبات. انت ما عليك غير تصلك العروس لباب بيتك. فضلت علينا يا صار، فضلت علينا، الله يقدرنا انه نرد لك اياها بالايام الجايه. خيركم سابع ابو دياب ولو؟ تفضلوا يا شباب يلا خلينا نمشي. وين رايحين نتغدى سوا عدو؟ مدهم يا مدهم. شوفت عينك انا غريب ومقطوع. شو مقطوع ما مقطوع؟ خس الجوع. تعال تفضل فوت. لك فوت، لك فوت، لك فوت، دخيل ربك فوت. الله يخليك فوت. ايه السلام عليكم. وعليكم. شو ليش عم تضحكوا باباتي؟ يا شباب. هي الزلمة ضيفنا اليوم، شو بكم؟ أهلا وسهلا عمي، تفضل عمي تفضل. شو الاسم بالخير بلا صغرة؟ محسوبكم أبو حميد. أبو حميد خدوجي. أبو حميد خد سرعة بشايفون. بين عصير. يسلموا هالإيدين. خذ اعمل لك شفطة. شو شفطة ما شفطة باباكي، أنا بعمري ما تنتنى. إيه لا بدك تشرب سيدي. عم بيقول لك شراب يعني شراب. ما بصير، قاعد معنا بدك تشرب معنا، يلا شراب. هيك بدك؟ منشرب ومنشفط كمان. لك زبط زبط زبط، ما عاد يدري زبط والله. وين ابو حميد؟ مو عشان خود وجيب. خلص فردوس، يجي لو بكره الصبح بدي اخذك على برده وبدنا نجيب له معنا سمكات. بس انا بدي امي واخواتي يروحوا معنا. امك واخواتك؟ ايه تقبرني خطي، والله صار لهم زمان ما طلعوا سيران. بس يا فردوس إذا بدنا ناخذ أمك وأخواتك بصير بدنا عرباية كبيرة. خلص ما عاد بدي. بلى. شو قصدك فردوس؟ ما قصدي شيء. فردوس خلص خلص ناخذ أمك وأخواتك. ما عاد بدي. الله يوفقك. ما بدي. فردوستي. قلت لك ما بدي. ولي ولي. أهلين أخي. أهلين أخي شمروخ، أهلين، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد أخي شمروخ بيقول لك صباح الخير. يقول له الله يصبحه بالخير. وهو قال بيقول لك صباح الفل. إيه إيوه. هاي بهدل مشانك روقت. عن جد بهدلك مشاني؟ إيه مشانك. إيه شو قال لي؟ قال لي يا فردوس لا تعندي لجوزك، قال لك بده ياخد أهلك ياخدهم. هو هيك قال لي؟ إيه خلاص مثل ما قال لك باخد أهلك. شو عليه؟ عن بكرة الصبح بتروحي أنت وأهلك. هص هص هص. أمرك باباتي، أمرك ويا السينة. إيوه خليك شاطئ ابو ضاي. باباتي شعلوا لي سيكارة تانية. شو يا؟ شكله الزلمة عجب النغم. غني لكم عتابة. يلا غني. اليخو خانون الحبايب واحنا لم خنا والله.
اليلم لمونا الحبايب واحنا لم لوننا قال ان كان غيرنا حلي واحنا اللي مررنا مررنا الله الله يهون عليهم واحنا صبر وحياة الله بتستاهل سيجارة تانية لك والله لك يخليني اياك يا باباتي يا احلى كلمة انت في ربك انا في هلا مش كان عم تخافوا بالليل نام عنكم اذا بدك تنام شان ما نخاف خلص روح انت ما لنا عم نخاف تربسي الوابر هاي شو قصده يا ترى؟ معقولة بدي يعني نام بالبيت مشان شو الحكيات؟ الحرمة ما عم تفكر بهيك شي بنو بس أنا نيتي عاطلة استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم نقص عليك يا شاعر يا عقيد بس هي حلالي وأنا من حقي والله من حقي أقص عليك يا شاعر بدك تمن الخدمة اللي خدمتها إياها يا عقيد يا عم شو عليك وين أنا؟ وين أنا؟ هذا مو كرمه يلي شفته بالمنام؟ لك لا هذا حقيقة مو منام كرمو 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 لك شو بدك شو في شو الوقت هلا لك شو بيعرفني شو الوقت هلا مالك شايفني مقبور نايم العمى شو بدك طول بالك طول بالك هاي قدر الصبح يلا انتفس خلينا نعرف ننام الله يخزيك يا شيطان هل عم يأذن الصبح لك هذا عم يأذن الظهر كل هالمصايب من التتن يلي تزهرمناه الله يخزيك يا شيطان والله يلعن التتن وساعته يلي روح على حالنا نص نهار لنروح نتسبب كم من حاسه قبل ما تعبتي من الدنيا كرمو كرمو بلتقى عندك شفت خبزه لك لك انت ما بدك تسكت ما بيلتقى عندي شيء تاكل انا مجوع بروح باكل بيت اهلي وبيت اهلك وين هي هي علينا قايم لي من صباحيه الله جوعان يا زلمه صباحيه الله قدن ظهري يا غشيم ويقدن المغرب انت بدك تسكت ولا لا خلاص خلاص سكتنا اندفع ان شاء الله نومت اهل الكهف ان شاء الله بتنام ما بتفيق ايه يا مو شو في يا مو حكي مشان صهري جابر شبو جابر الجماعة بدهم يساووا العرس والمخلص ايه شو علي يا مو انتم مجهزين لكل شيء لفهمية وخاصية توبرني كل شيء من احسنه ليك يا مو ايه انا بدي عرس فهمية يكون كله عدي بدي استكري لاحسن حمى وانت بتحكي مع الداية ديبة جيب لنا خوجة مرتبة وشاطرة وتدق على ود منيح اسلموا ايديك توبريني شو ليش واقفة اختي عدي؟ والله وكبرتي يا فهمية ورح تتركينا وتروحي لبيت جوزك الله يديمك فوق راسنا اخي الله يهنيكي ويسعدك ويرضى عليكي يبعث لي حمى يا مو
شو رح تبكي؟ لا يا مولا، بس أنا فرحان لفهميني. حبيبي البنت آخرتها لبيت جوزها. مزبوط إني مزبوط، بس فهميه وعمار بعد أبي الله يرحمه أنا اللي ربيته وقلبي تعلق فيه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويعمي عنك أولاد الحرام، لك قلبي وربي يرضوا عليك إن شاء الله. هيك الله يطولنا بعمرك ويخلينا ياكي يا بركتنا. أنت يا مو، أنت لهلأ ما جاك ولد، شو رأيك تتجوز؟ تجوز؟ إيه لك أمي، بركي الله بيرزقك بولاد. لا يا مولا، أنا بحبها العفاف ما رح أتجوز عليها. لك أمي هي بدها إياك تتجوز. هي قالت؟ إيه هي هيك قالت. معناتها عفاف ما لم فكرة فيني بنو. منيح اللي ما لمحت لها وتحركشتها. شو قلت يا مو؟ اتركي لي القصة هلا. ومشان أخوك إمتى بدنا نساوي العرس؟ صاي ذكرتيني، لازم هالكم يوم أمره عند أبو محمد ونحدد موعد قريب مشان ما تضلي لحالك بعد ما تجوز فيه. الله يرضى عليك. تعال تفرج يا سلام على عجائب هالزمان، تعال تفرج يا سلام على عجائب هالزمان. هذا البس المبسباس ما بياكل غير ملبس. مرحبا عموشي. لك انا ام خدوش، ام خدوش بس اسمي عمشة. لك عاشت الاسامي يا ست راسي يا ست الكل. يعني بلا سئله، بلاي عندك شافت خبزه؟ خبزه؟ خبزه حاكم كنت قاعد عند ناس الله لا يقشعون خير، لا عشوني ولا فطروني. تكرم عينك، جوعان عود هون على المصطبة وأنا رح أعمل لك كاشة ساي وأكل كتير طيب على عيني. لك يا عيني عليك يا أم خدوش، يا هيك النسوان يا أم بلا. قرب عمار بدنا نفرجع صندوق. قرب قرب قرب، هاتوا نحاسي هاتوا. قرب قرب وهاتوا نحاسي، يلا كلكم لورا، يلا يلا للعوني. شو؟ خلينا نتسبق. هلا انت بتقعد وبتاكل وبتشبع بطنك قد ما بدك، وبعدين بتروح لهني، ايه لهني، وبتتسبب قد ما بدك. أختي، أنا بعرف إنك زعلانة وأخذ على خاطرك، بس ما قدرت أمسك حالي فار دمي. الله يسامحك. من قلبك؟ إيه. أنا جايبك لأحكي معك بموضوع كتير مهم وبدي إياك تفكري فيه منيح. خير شو في؟ أختي، مثل ما بتعرفي أنت صرتي حرمة أرملة، والأرملة بينجاب مع الدلب الحكي كتير. ها؟ أنا لا تحكي شيء، اسمعيني وبعدين احكي. انا عم قول تتجوزي على سنة الله ورسوله، بلكي الله بيكرمك بخلفة وبيهدى بالك وبيهدى بالنا. اخي انا ما بدي اتجوز. لك يا اختي الله يرضى عليك، اسمعيني الاخي، اسمعي. صفوان ابن عمك رايدك على سنة الله ورسوله. اخي كرمال الله، انا من بعد وضح معي فكر برجال كله. يا اختي وضح الله يرحمه. لك اخي اذا بتقطعني شقف ونتف بتخلط لحمي مع لحمه، لحمي رح يبعد عنه. يعني صفوان خاص ناس؟ لا، كل رجال الدنيا. لك يا اختي، صفوان ابن عمك رايدك وكان خاطبك وكاتب كتابه عليكي، ولو ما سالم بيك كان لازمه بهي سلمى، كان هلا متجوزك وعندك منه اولاد. برحمه روح ابوك تحت الترام. الله يخليك لك اخي، لا بقى تجيبي هالسيره. شو هالحكي؟ اسمعي لقلك، بدك تتجوزي ورجلك فوق راسك وصفوان ما غيره، رح بتركك يومي بتفكري منيح وبدك تقولي لي ايه، واذا قلتي لا راسك هات شايله من محله. فردوس
اوعى تجيبي سيرة المشوار قدام اهلي. لا تقبرني، انا ما بحكي، بس الخوف انه صياح هيكي لسته. ايه وشو رايك نخلي صياح نسته؟ لا انا اذا ما اخذت الصياح معي ما بروح. لك يا فردوس والله الولد بيفضحنا. ما تخاف انا رح نبه عليه انه ما يحكي. طيب ماشي الحال، نروح لاقي لي شي عرباية من باب امي حضرتي حالك. الله معك. مختار الضيعة؟ ايه والله مختار الضيعة، لكن شو؟ شبك ستي شبك؟ شبك ستي حدا ضربك شي؟ طيب بدك تتفرج على صندوق العجايب؟ لا لكن شو بدك؟ بدي اكل. قول من الاول بدك تاكل يا ستي، قول تعال تعال تقبرني، تعال كل وعبي بطنك، تعال يلا تعال. لك ان شاء الله ما تبلى ولا تخ. نونو عمو نونو، ها هيك زعلته يا ابو حميد؟ يلا عطيه بوسه. بوسه؟ ايه بوسه. حرام اختي هذا صغير، الله يرضى عليك ابو حميد عطيه بوسه، لانه اذا ما عطيته بوسه من كثر البكاء بيخسى. يعني لا تاخذيني بهالكلمه، مالك شايفه وشه قديش وخيم؟ امسحي له اياه حتى اخذ بوسه. قرفان منه يا ابو حميد. يلا ابو حميد كرمال خاطري بوسه. هاي مسحت له وشه. وهي بسته. ايه ابو حميد لا اكمل لك قصتي. كملي يا ست راسي، كملي يا ست الكل. هذا يا سيدي المختار بعد كل وجهاء البلد مشان يخطبني من ابن بنتي. من ها؟ لك مو من هذا، اخوه سعدو. ايوه. وانا ما كنت وافق، وهو يبعث لي وجهاء البلد ويترجوني مشان وافق، وما كنت وافق، وبعدين وافقت. ايه. وبعد ما وافقت اتجوزوا بثلاث ايام، حط راسه ومات. لا لا والله ما له حق. نونو عمو نونو. خلاص شبنا غلطنا ومنك السماوة، هات بوسي. بشو ما له حق يا ابو حميد؟ يعني قصدي ما له حق يموت قبل ما يتجوز. قبل ما يتجوز صعبت الوش الحسن، سبحان الذي خلقه. لك ليش هو بإيده يموت ولا ما يموت؟ يا حصرة قلبي عليه بس. يلا يرحم روحه. بس بدك تقلي الحقيقة يا أبو حميد، هلأ أنا أحلى ولا اللي فاجئتني إياها مبارح أحلى مني؟ يعني قصدك فاطمة المغربية؟ إيه. أعوذ بالله أعوذ بالله، لك شو جاب لجاب؟ حشات الذكر حشات الذكر، الفرق بينك وبينها مثل الفرق بين الغزال والقرد. السلام السلام عليكم. أهلين عقيد. أهلين أبو زيدي. ايدك على بشارة. بشارة شو؟ بشارة تسوى ذهب احمر. ابو طاح رجع الحارة؟ لا والله، بس في واحد بده يرجع الحارة اسمه ابو طاح. مين لك؟ ابو خيرو. لك الحارة؟ الله وكيلك ما بزل عليه. وانت شو عرفك؟ يا سيدي ابو خيرو ما قطع عني المكاتيب من يوم اللي سافر. شو لك يا؟ نعم لك الرجل شهم واصيل ومن خيرة الناس. يا سيدي والنعم منك ومنه. معناها اخبار الحاره ما انقطعت عنه اول بوال. نعم يا سيدي بتستاهل على هالبشاره، حلوان مدلع. لك يا عمي ما بدي غير سلامتك، يعني ما اعطيت فرحتي لحلا برجعته. فوت نشرب لنا كاسه شاي. فوت. ايه والله بدك كاسه شاي وارجيله كمان. تفضل. يا سيار. ها يمكن اجوا اهلي. شو سميحة مو هن؟ يا أما مثل ما قال عمك بيكونوا جايين ولسا ما وصلوا، يا أما عم يغيروا جو بشي قرمة. إن شاء الله بس نروح على الشام بنلاقيهم هنيك. يا ترى سعاد بتكون دريتني تجوزت عفاف.
شو بدها تكون قالت عني؟ قليل الأصل. بس والله أنا حبيتها من كل قلبي. بس عفاف نستني إياها. بعت لحمة جواتك مو هيك؟ بسيطة بسيطة. اللحمة قاسية، هلكتني لحتى استوي. الله يسلمك. وينهم لوكان؟ حطيت لهم جوا بالغرفة لحالهم. كم مرة قلت لك اني ما بتهنى بالاكل بدون الاولاد؟ انت بتنام بعد الغداء والاولاد بيهلكونا من النق. بس اليوم ما رحنا. ليش تقبرني؟ بدي روح لعند مشاهير، خليها تاخذ اخواتي وتروح على بيت ابو خير ويعزلوه وينظفوه، بجوز الجماعه بهالكم يوم يجوا، ما حلو يأمنوا فينا. ايوه. شوفي عفاف في شيء؟ لا ما فيني شيء. واذا بدك انا بروح بساعدهم كمان. شو عليه فكرة؟ ايه روحي معه. مساء الخير يا عمو. اهلا وسهلا يا عمو. عود لشوف في شي؟ لا ما في شي يا عمو، بس عاوز شوية مصاري. مصاري؟ ليش العقيد أبو فهد ما عم يعطيك كره؟ بلا يا مون بلا، عم يعطيني. مو هيك القصة، أنا شايف قطعة أرضه عاجبتني بصراحة، وقلت لحالي يعني بشتريها وبدفع قصوتها وبعد سنة سنتين ببيعها وبربح لي فيها شوية مصاري. والله يا ابني أنا ما عندي غير هالشوية المصريات يلي ضابطتهم مشان روح فيهم سنة جاية على الحج إذا الله أعطاني عمر. خلص يا مون بلاها. قلي يا مو انت قديش بدك؟ قد ما بتحزني تعطيني اعطيني. رح اعطيك ذهبتين، شو رايك؟ ايه مناح يا مو مناح. ايه روح الهي يوفقك ويفتحها بوشك، قادر يا كريم. طيب خلينا نقول لرشدي. الله يسرك اختي لتجيبي سيره لرشدي. ليش اختي؟ لك اختي بكره بيعلق هو واخوكي من تحت راسي. طيب والحل؟ يعني رح توافقي تتجوزيه لصفوان؟ ما في شر، بموت حالي ولا بتجوزه. بعيد الشر عنك، ان شاء الله هو ولا انت. أنا من بعد وضاح تحرم علي رجال الدنيا كلها. يا الله يا أختي قديش بتحبي لوضاح؟ أنا وعيت على الدنيا هيك، هو بيحبني وأنا بحب. بس اللي حاسس بقلبي أني ظلمته قبل ما يروح على خد عسكر مشان نبيها الله يرحمها. صحيح أختي، شو قصة نبيها؟ الله يرحمها، مظلومة نبيها. لك امي هي بدها اياك تتجوز. هي قالت؟ ايه هي هيك قالت. معناتها عفاف ما لم فكر فيني بنو. منيح اللي ما لمحت لها وتحركشتها. ايه شو عليه؟ بروح لعند مشاهير، خليها تاخذ اخواتي وتروح على بيت ابو خير ويعزلوه وينظفوه، بجوز الجماعه بهالكم يوم يجوا، ما حلو يأمنوا فينا. لكان هلا بيكون شارد وعم بيفكر فيها وبده ينظف لهم البيت كمان. ما بيكفي رح تاخده مني. ليش هو امتى كان الي؟ قال بدها تجوزني، قال على اساس حدا عتبان عليها. عاوزة شيء؟ لا أسأل. يلا بخاطر. شو شباب؟ ما في تتن اليوم؟ شو بكون؟ حكيت شيء ضحك؟ ليش عم ضحكوا؟ والله يا أبو حميد اليوم مقطوعين من التتن. ايه ما تروحوا على الدكان وتجيبوا؟ ما معنا مصاري؟ ايوه. هات لك كم برغوث؟ أنا بروح بجيب. يعني أبو حميد خذ وجيب. بلاها سيدو بلاها، حاكم أنا تعبان وبدي نام بكير، شنو مبارح طولنا بالسهرة. الله وكيلكم راسي عم يجعني. ايه يلا لكان حط راسك ونام. وانت قلتها أبو حميد
ايه اليوم شفتك انت ام خدوج ومحتفله فيك وحاطط لك السفره على المصطبه، شو القصه باباتي؟ الله جمع وفى. شو قصدك باباتي؟ يعني هو قصده بلكي الله بيكتب نصيبك عليها. ايه والله ليش لا، ام خدوج زنقيله ابو حميد، زنقيله كثير. ايه والله يا ابو حميد زنقيله. ام خدوج؟ لك ايه ام خدوج، بتصدق ان ام خدوج بتملك نص اراضي الضيعه؟ شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. ايه لا شو هالحكي، حشات الذكر اذا بنام انا وياه بوضه وحده لفز من اربعتي من خوف. تصبحوا على خير. شغله مريم شغله. نعم نعم. ايه وعم يشكر كمان. لا عمى مبين عليك احتي ما بيطلع لنا النقله يعني. هلا هي ارمله ولا مطلقه؟ يا جماعه الحاله ولا مختار ما بتترك. ايه والله. ولازم كمان نعين عدول وتلعب عدول. ايه والله. هلا اذا واحد فيكم بشوف حاله قد المختار يحكي، لانكم انتم عبوات الحاله ومن باب اولى المختار كل واحد بيناتكم. طالما قضيت فيه ما له خاطر بالمختار الا اذا غيرت رايك. لا والله شيخي مغير رايي. شيخي خلينا نأجل هالموضوع كم يوم لبين ما يرجع هاشم أفندي أبو خير، بركي بيستلم المخترة أو بيصير عضو بدال أبو عبدو. يحرز إيدك، شلو ما أجب بالي هاشم أفندي؟ خلاص عمي، معناته من أجل الموضوع ليجي أبو خيره. وبتصيروا تلعبوا انتو رويدة وبتعلمنا لعبات جديدة؟ لكان وبتصير تحكي لنا حكايات، مو هيك يا عمو؟ طبعاً بتحكي لكم حكايات وتجيب لكم بوبو صغير وتصيروا بتلعبوا. لا 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 بدنا اثنين، واحد إلي واحد لذكي. مو مش عن شي، مش عم نتخانق. تكرم عينك، خلص بس تجي بقلها تجيب اثنين. بس بدرية قالت لي بس اتجوز رح اجيب بوبو، ليش لهلا ما اجاني بوبو؟ لك شو بدك بهالشغلة؟ انت اذا بدك تجيبي بوبو لازم تحبلي، واذا حبلتي لازم تولدي، والولاده صعبه صعبه كثير. يا مو انت عم تكذبي عليها مو هيك؟ رشي شلون يعني؟ لك يا جدة يعني بشقوا لك بطنك بالسكين وبصير هالدم ينفر نفر، بعدين بيطلعوا البوبو، بس بجوز تموتي وتروحي فيها، بس عادي يعني. لا ايوه بعد شر عني، بعد شر عني، شو بدي بهالشغله؟ ها شفتي؟ نحن خايفين عليكي. مشان هيك مين ما سألك ليش صفوان تجوز رويدة بتقولي لهم أنا ضليت زن عليه، ضليت زن عليه لحتى تجوز. إيه بس خالي سالم ما بقول له هيك. إيه كل القصة مشان خالك سالم. وليش يا بعدي ما بدك تقولي له؟ مشان ما يفكر إنه صفوان تجوز لأنه زعلان مني، مو الزلمة لما بزعل من مرته بتجوز وحدة تانية؟ لا تقبرين لا تخافي، ما رح يفكر هيك. أنت قولي له مثل ما علمتك وما عليكي منه.